الشغل لما نجي بنلاقي العجان في المدرسة بيلعبوا فيها بنصير نزعل. عاشوا أنا والبنات وعايشين وياها بصعوبة، مو شوي صعوبة، ونشتغل نوب نطالع 3000 نوب نطالع 4000 ما بيأدنا، وبنات صغيرات بيشتغلن بالبلاستيك ما كانوا يروحوا على المدرسة، ما عندهم مدي يروحوا على المدرسة، لا لباس ما عندهم، ما بدهم مصروف، ما عندي مصروف لهن، وأنا حرمة كبيرة وما لهن حد. الله جاب لنا جمعية كردة، الله يوفقهم ويطول عمارهم، دلونا ولاد الحلال عليها على جمعية كردة، تقول الحمد لله قاموا يساعدوني، قاموا والله قدموا لي مصروف ولبسوا البنات، جابوا لهم لباس، كل شيء حطوا لهم، تغيرت حياتهم كثير، قاموا يروحوا على المدرسة، قاموا الحمد لله استراحوا من الشوارع، كانوا ياكلوا بالشوارع تسمموا، كان حالة دعيسة ما لهم حد، لا أب ولا أم. كانت عندها مشكلة بلسانها، بيضحكوا عليها رفقاتي، نوبات ما بتروح على المدرسة، ليه يما ما بتروحي؟ يا يا حبابي يا ستي، بيضحكوا علي رفقاتي، بيقولوا لها همهومة، لا الحزين الحمد لله تحسنت، أشوى بالسوالف بالساوي، أشوى من قبل. المدرسة كثير بحبها، كثير تحسنت فيها وصرت شاطرة، أكثر شيء بحب صف العلوم لأني بحبه بشغلات هيك بتعلمك بتهجي وبتعلمك بتعرفي بتقري. بحب أصير دكتورة عن الأطفال بداويهم بفحصهم.